السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، مع حضراتكم دكتور محمود فاروق، دكتور القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية. اتكلمنا في 4 حلقات اللي فاتوا عن الجرائم الإلكترونية، واتكلمنا عن أنواعها وإيه هي أركانها وإيه هي المتهم، مين هو المتهم الإلكتروني، وإزاي بنقدر نحدد صفة المتهم الإلكتروني، وإزاي بنتعامل مع الجريمة الإلكترونية أو الموكل اللي بيتعامل مع المحامي، إزاي نقدر نقول اللي هو وقع بالفعل في جريمة إلكترونية، أو إزاي نكون في صدد الجريمة دي نتعامل معاها إزاي فعليا قدام الجهات القضائية. طيب النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا بصفة أكبر شوية، وهي الدليل الإلكتروني اللي هو صعب المنال. يعني إيه صعب المنال؟ لازم نكون متفقين ان الادلة الرقمية غير الادلة التقليدية، بمعنى ان الدليل التقليدي في الجرائم العادية عادة ما تكون مستندات، عادة ما تكون شهادة شهود، عادة ما تكون صورة او مثلا فيديو يتفض مثلا الحرز دوت عند في النيابة، الحاجات دي كلها تبدأ انها تتحول لادلة او مستندات ورقية، تبدأ ان هي تتقال فعليا قدام او تتقدم قدام السلطات القضائية. ولكن الدليل الرقمي او ما يسمى بالبصمة الرقمية يعني ايه؟ قلنا طبعا في الحلقة الرابعة بالأخص ان الدليل الرقمي دوت او الدليل الالكتروني اللي هو بيتعامل عليه في الجريمة الالكترونية هو بيختلف شوية، ان هو دليل فني علمي تقني بحت، بمعنى ان هو قد يكون الدليل دوت عبارة عن رسالة اتبعتت، او عبارة عن شفرة اتفكت، او عبارة عن باسورد معين اتعرف، او عبارة عن مثلا زبزبات، او عبارة عن فيروس، وهنعرف يعني ايه الفيروس دوت. اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان المخترق او المتهم الالكتروني دوت بيدخل على الشبكة الام او الشبكات الخاصة بالمجني عليه الكترونيا او موقع المجني عليه الكترونيا، ويتوصل منها للشبكات الام، ويقدر يسيطر على البيانات والمعلومات اللي احنا قلنا عليها ان هي محل الجريمة الالكترونية. طيب قلنا ان الدليل الالكتروني ده بيبقى دليل علمي فني. يعني ايه دليل علمي فني؟ قد يكون رسائل، زبزبات، شفرات، ارقام، صور غير مفهومه، الكلام ده كله. طيب الدليل الالكتروني دوت علشان حضرتك تقدر وانت بتتكلم مع الموكل وتقول له ايه اللي حصل عندك، هيقول لك انا حصل لي مثلا اختراق. قول له لو سمحت يعني ايه اختراق اللي حصل لك؟ اشرح لي الجريمه بدون الفاظ قانونيه علشان انا اقدر اتواصل معاك فيها، ولا اللي هصنفها لك قانونية مش اي كلمة تتقال لنا نقدر ان احنا نعتمد عليها ان هو دوت وصف او قيد الجريمة نفسها. طيب دلوقتي حضرتك لما يجي يقول لك انا عندي دليل، انا عايز مثلا معايا دليل الكتروني على ان الحاجة ديت حصلت، ايه الدليل الالكتروني حضرتك؟ هيقول لك مثلا انا جات لي رسالة واتساب على البرنامج بتاعي في سب وقصف، وانا فعليا عملت لها سكرين شوت، خدتها قدامي بعد ما عملت لها سكرين شوت معين، انا حافظها هيت، انا اقدر اقدمها لحضرتك وانت حضرتك نقدر نعمل بيها المحضر، او قول لي اعمل ايه. مثلا اقدر انا ابص على الرساله لقيتها فعلا محتوي على الفاظ والكلام دوت، عرفت ان هي دي فعليا دي السب والقصف الالكتروني، وقدرت ان انا اتعامل عليها. او مثلا لقيت على الفيسبوك مثلا حد جه قال لي انا اتشتمت، انا اتهددت، حد دخل على ايميل بنت وده حصل قبل كده وسرق الصور بتاعتها، بدا ان هو ينقلها على صور مش كويسه خالص او صور جنسيه، ويبدا ان هو يشهرها بصوره البنت نفسها. طبعا كان جي ابو البنت نفسها كان مسبهل جدا اللي بيحصل، بس الصور كانت متركبه فكانت واضحه قوي، ولكن طبعا ده ايه، ده طبعا تهديد وتشهير وتشويه سمعه وبهدله خالص للبنت نفسها، طبعا دي جريمه الكترونيه. طيب الدليل الرقمي دوت لما حضرتك بتروح تقدم المحضر وتعمل المحضر، ويجي هناك مامور الضبط القضائي يسال حضرتك ايه يا فندم دليلك، تقول له يا فندم دليل الكتروني كذا كذا كذا. طيب بيدخل بعد كده عشان لما تيجي بعد كده حضرتك تتابع الكلام دوت قدام المامور الضبط القضائي الخاص بالادله الالكترونيه. اول حاجه الادله الالكترونيه بتتصنف لبعض التصنيفات، ممكن تقول دليل رقمي فعال، ممكن يكون دليل رقمي مؤرشف، ممكن يكون دليل رقمي ممسوح، وممكن يكون دليل رقمي مشفر. يعني
يعني لما بيدخل مأمور الضبط القضائي انا اقعد اقول له انت اتاخرت ليه، اتاخرت ليه، او احنا اتاخرنا ليه، او ممكن حاجه تكون بتتحفظ فعليا عاده برضو في بعض المحاضر الالكترونيه اللي بنعملها. دوت بيختلف على حسب الدليل الالكتروني نفسه اللي بيكون صدد او محل الجريمه بتاعه حضرتك. ممكن يكون الدليل فعال. فعال يعني ايه؟ انا معايا سكرين شوت من رساله معينه اهو حضرتك قدامي باللفظ نفسه اللي فيه سب والقصف. يدخل مامور الضبط القضائي يتاكد، بيدخل يعمل حاجه اسمها اللي هو اختراق للاي بي نفسه بتاع الشبكه اللي بين حضرتك وبين المتهم دوت، وبالفعل يلاقي اني الرسالة دي مبعوتة لك بتاريخ كذا من شخص كذا، الشخص اللي انت اتهمته، ودي تبقى رسالة فعالة او دليل الكتروني فعال سهل جدا الوصول ليه. بعد كده ينتقل لمحضر جمع الادلة او الاستدلالات، وبالفعل يكتب ده كله في ورقة ويتقدم قدام القضاء اللي انت اتشتمت او تسب والقصف على الموكل بتاعك في التاريخ كذا، وبالفعل تاخد الحكم الخاص بها. يا اما يكون الدليل الالكتروني دوت دليل مؤرشف. مؤرشف دوت يعني ايه؟ اتدخل في ارشيف معين، ودوت بيبقى المتهم الالكتروني بيدخل يمسح الحاجات ديت او يحفظها في ملفات هيدن معينه علشان يقدر يهددك بيها بعد كده. طبعا دوت بتصعب شويه على المهندس التقني او الضابط التقني المتخصص بفك الشفرات ديت، وبيبدا برضه في الاخر بيوصل لها. المشكله كلها بتبقى اللي محتاجه تقنيه عاليه جدا مع الدليل الالكتروني هو الدليل الالكتروني الممسوح والدليل الالكتروني المشفر بشفرات معينة مع المتهم الإلكتروني فقط لغير. طيب يبدأ هنا بقى المختصين بحضرتك لازم تكون على علم بالحاجة ديت. لما حد يقول لحضرتك أنا هدخل على الاي بي، ايه الاي بي دوت الخاص بالانترنت او بوسائل الإلكترونية؟ هو الانترنت بروتوكول. انترنت بروتوكول اي بي يعني ايه حضرتك؟ علشان تبقى متابع القضية وحضرتك على علم ودراية بكل حاجة بتحصل. حضرتك قبل كل شيء هنتكلم فيه على الاي بي دوت لازم نكون عارفين ولازم نكون عندنا وعي ان الدليل الالكتروني غير مستمر وقابل للزوال، حتى وان تم اخذ منه نسخه قابل لو المتهم الالكتروني ده تقيل جدا زي مثلا الكراكرز والكلام ده كله يقدر ان يدخل كمان بعد لما تاخد نسخه من الدليل وتثبتها، يقدر كمان يهكرك انه يمسح الدليل اللي حضرتك وصلت له. علشان كده من محتاجين على وجه السرعة الوصول للأدلة وتدوينها أو حفظها وتسجيلها زي ما قلنا في الحلقة رقم 4، إن الخبراء الإلكترونيين اللي جوه السلطات القضائية ديت لما بيتعاملوا بيعملوا أول حاجة تعطيل للجريمة اللي بتتم عليك، بعد كده فك الشفرات اللي حصلة، بعد كده بيحفظوا ويسجلوا لما بيوصلوا للأدلة الأساسية. طيب حضرتك دلوقتي إيه هو الاي بي؟ الاي بي دوت اللي هو الانترنت بروتوكول، ده البروتوكول بتاع الانترنت اللي هو مقسم الشبكه داخليا. في منه اصدارين، اصدار اي بي في 4 واي بي في 6، يعني اللي هو انترنت بروتوكول فيرجن 4 وفي الانترنت بروتوكول فيرجن 6 اللي احنا عليه حاليا اللي هو الفيرجن 6 اللي هو الاصدار السادس. دوت عباره عن ايه؟ الاي بي دوت هو عمليه بيعمل على جمع الرزم. ايه جمع الرزم دي؟ ده حضرتك نبقى عارفين ان كل البيانات اللي بتتم ما بيني وبين حضرتك، اللي بتتم ما بين اي الناس على مستوى العالم كلها عباره عن بيانات. رساله برسلها لك، بترسل لي رساله، ده وبعت رقم تليفون، ده اتصل بده مكالمه صوتيه، ده اتصل بده مكالمه فيديو كول، دوت عمل دوت سوى، الكلام ده كله دي عباره عن ايه؟ معلومات وبيانات بتتم. بيبدا الاصدار دوت اللي هو الاي بي دوت اي بي في 6 دوت بيبدا ياخد حاجه اسمها تجميع رزم البيانات، يعني بيجمع كل البيانات اللي احنا بنبعتها لبعض دي ويقدر ان هو بيمررها من خلال شبكات معينة تدخل على الشبكة الام للانترنت بصورة عامة، بتبدأ تدخل في جداول مقسمة للبيانات اللي تمت ما بين افراد العالم كله. يبدأ الخبير يدخل يدور جوه بقى، هو طبعا بيبقى عنده برضو آلية لاختراق الاي بي دوت زي ما المتهم اللي اتهجم عليك دخل واخترق الاي بي بتاع حضرتك اللي هو الانترنت بروتوكول اللي حضرتك عليه. هو احنا كلنا بنبقى زي على حزم كده جوه بعض، هو بيدخل يتهجم على الحزمة بتاعتك او طريق الوصول بتاع حضرتك. لما انا بلجأ للخبير برضه اكون انا على دراية ان هو كمان هيدخل يخترق
عليه. ولكن لما بتدخل البيانات ورزمة البيانات ديت لما بتتمرر بتتمرر في جدول كبير جدا، بتبدأ مثلا ان الشهر دوت دي البيانات بتاعته، الشهر التاني دي البيانات بتاعته، دي البيانات بتاعته، دي البيانات بتاعته. اللي لازم ان احنا نكون على وعي بيه ان احنا لما يجي لنا حد في جريمة الكترونية ناخد اقصى درجة من السرعة في الابلاغ واقصى درجة من اتخاذ الاجراءات، علشان الحزم والبيانات ديت لما بتخش على البروتوكول نفسه بتاع الانترنت بتتأرشف، وبعد فترة بتتمسح وتتشال من الجدول وتدخل فيها بيانات جديدة. فعلشان كده قلنا في البداية ان الدليل الرقمي دوت غير قابل للاستمرارية، وسهل جدا ان هو يزول، وسهل جدا ان هو يخترق بعد كده. طيب الـ IPv6 دوت على المحامي ان هو يعرفه ليه؟ ممكن نكون بتكلم كلام ممكن نكون بنسمعه جديد شوية، ولكنه مهم جدا ان حضرتك وانت بتتابع بعد كده تعرف ان فعلا المجني عليه بتاع حضرتك اتقرى الـ IP بتاعه ولا لا، ولا المحضر اتعمل على الفاضي مثلا، ولا انت مخدتش حقك عشان تقدر تطعن وتقدر تقدم تظلم او تقدر تتكلم مثلا تظلم من قرار الحفظ، تقول له يا فندم انا فين هنا هو مراجعة الـ IP بتاعي، فين هنا هو مراجعة كذا، فين يا فندم تفصيلة الخبير وهو بيتعامل ازاي مع الجريمة نفسها. على حسب ما انا قلت او حسب ما انا قدمت حضرتك ان فاهم في النقطة دي، ومفترض ان احنا نتعامل معاها واحدة واحدة. ما ينفعش يا فندم ان انت حضرتك دخلت مثلا ما تأكدتش من معلومة معينة ان كده الحاجة تتحفظ ويضيع حقي، لا لازم انا اكون فاهم ان في عندي الاصدار السادس دوت اللي هو الـ IPv6 دوت، ده اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي، وهو دوت اللي الاجهزة والسلطات بتستخدمه علشان تقدر تتوصل لل معلومات والبيانات، ان الحاجة دي بيتم النظام ده وبيعمل على تشبيك. يعني ايه تشبيك؟ انا مثلا النهاردة اتحصل عليا سب وقصف الكتروني، بيبدأ الراجل دوت شتمني حتى لو مسح من عنده الرسالة. ركزوا في الحتة دي، يعني انا دلوقتي حد بعت لي رسالة عمل لي فيها سب وقصف، جيت انا النهاردة رحت اجري على المحامي اقول له لو سمحت يا فندم انا النهاردة اتشتمت او تم سبي او قصفي مثلا بواقعة كذا، وراح الشخص المتهم دوت راح مسح الكلام ده، حتى وهو مسح الكلام دوت الاصدار الـ IPv6 اللي بتكلم عليه دوت هيكون اخد الرسالة ديت كبيانات ومعلومات وبالفعل سجلها وعمل لها حاجة اسمها عملية التشبيك في الشبكة. بل ايه كمان؟ دخل الاصدار ده اخد المعلومة اللي جات لك حتى لو ما كانش سب وقصف، حتى لو كانت اختراق لحسابك البنكي. الاصدار السادس ده هياخد تاريخ دخول المتهم، وهياخد ان هو استعمل باسورد مش بتاعه، وهياخد ان هو استعمل برنامج هاكرز على الحساب الخاص بيك، وهيسجل ان البرنامج الحساب ده خاص بحضرتك. كل ده بيعمله في شبكة اسمها تشبيك البيانات والمعلومات ورفعها لجدول الانترنت اللي هي الاي بي بروتوكول اللي احنا بنتكلم عليه. بل ايه كمان؟ بيدخل الاصدار دوت علشان يساعدك انت من وراك اللي هو الاصدار اللي هو خاص بالانترنت، بيعمل حاجة اسمها عنوانة، يعني بنعنون ان النهاردة في اليوم دوت وقع اختراق للرقم الحساب دوت من غير المكان اللي هو فيه. وانتوا عارفين الحتة ديت لما تروح تفتح ايميل الجيميل بتاع حضرتك من مكان تاني يبدأ ان هو يرسلك على موبايلك خد بالك ان مش ده المكان المعتاد اللي حضرتك دخلت عليه. مين اللي عمل كده؟ الاصدار اللي هو البروتوكول نفسه اللي هو معتاد على ان حضرتك بتدخل من الايميل دوت، هو برضو بيبدأ الاصدار السادس دوت يبدأ يسجل كل الداتا حضرتك. لما يلاقي حد تاني دخل بيفتح له فعليا، هو ما يقدروش يفتحلوش طالما دخل بالباسورد بتاع حضرتك، ولكن بيبدأ يسجل ان في التاريخ ده في الوقت ده في التاريخ ده دخل الباسورد دوت بس من ايميل تاني كذا كذا كذا. دي بتعتبر اللي هي المعلومات والبيانات بتاعت الاي بي، يبدأ يسجلها يرفعها على الشبكة. حتى لو المخترق مسح الكلام دوت بتبدأ ان هي متسجلة بس الفترة محدودة، علشان كده بنقول لحضرتك الحق سرع بلغ، علشان هم يقدروا الخبراء التقنيين عاليين جدا هيقدروا يوصلوا للحاجات اللي اترفعت على البروتوكول دوت الاي بي دوت، ويقدروا يوصلوا ان الحاجة دي تسجلت امتى. وبالفعل يبدأ بعد كده لما الحاجة دي تتفرغ في محضر جمع الاستدلالات تقدر حضرتك تطلع عليه وتبدأ تشتغل قضائيا وفقا للقانون، وتعرف الجريمة اتصنفت ازاي طبقا للقانون 175 لسنة 2018. وان شاء الله لنا حلقة عن تصنيف القانون بتصنيف العقوبات بتصنيف الجريمة واحدة واحدة، وهنقدر نتكلم على كل جريمة ازاي بترتكب كمان وازاي القانون بيعاقب عليها. وبعد ما تحضر طبعا قدام محضر جمع الاستدلالات
تقدر خلاص تشتغل كأنها جريمة تقليدية جدا. بس أنا كنت حابب إن إحنا نطلع على الطريقة الهندسية علشان وإحنا بنقرأ لو اتحفظ لك المحضر أو صدر لك مذكرة أو الكلام ده كله أو تقدر أنت تقدم رأي تبقى فاهم حضرتك. وأنا عارف إن كلكم طبعا حضرتكم على علم ودراية بالموضوع، ولكن نبقى فاهمين إن إحنا لما نيجي نعترض في الحاجات دي نعرفين إيه هو الآي بي، إيه هو الإصدار السادس، إزاي التعامل في إدارة الخبرة، إزاي الخبير هيعمل لي تفريغ مثلا فك شفرات أو مثلا تفريغ الأدلة اللي حصلت، التسجيل، الكلام ده كله. لازم نكون عندنا وجه السرعة علشان نلحق الموكل، الناس اللي بتتمنى اللي احنا نبقى جنبهم، نكون احنا برضو على دراية ان هي مش جريمة عادية، الشخص اللي قدامك تقني جدا، ولازم تكون حضرتك على علم ودراية بكل نقطة. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا في حلقة عن قانون الجرائم الإلكترونية 175 لسنة 2018. شكرا لحضرتك.